موسيقى العلم والإيمان هي في مقام اسمه شهناز، لو بيتعزف من درجة الري هنعزفه من درجة الدو، هيبقى اسمه حجاز كار. حجاز كار هو عبارة عن جنس حجاز، يعني دو ري بيمول مي بيكار فا، في بعد فاصل سول لا بيمول سي بيكار دو. الموسيقى بتبدأ بسلم سريع، السلم دو ري بيمول مي فا سول لا بيمول سي دو سي لا سول فا سول سول لا ري بيمول دو سي لا سول فا سول فا سول فا ري بيمول دو ري دو سي بيكار دو ري دو ري سي دو فا مي ري بيمول دو. الجزء ده بسرعته الأصلية، كمان مرة حروف بس، دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا صول صول لا ري دو سي لا صول فا صول فا صول فا ري بيمول دو ري دو سي دو ري دو ري سي دو فا مي بيكار ري بيمول دو. الجزء الثاني برضو جنس الحجاز من السول، سول لا ري دو، وبتتعاد تاني سول لا ري دو مي بيمول ري فا مي بيمول فا ري بيكار مي دو ري دو سي لا صول. موسيقى بس، لا دو سي لا صول، وبتاع تاني ويكمل لا دو سي لا صول لا صول مي بيكار فا. المي بيكار فا دي عشان هيعمل حجاز من درجة الفا، صول سي لا صول فا. النغمة دي اسمها دلوقتي صول بيمول، يعني حجاز الفا هنا فا صول بيمول لا سي بيمول. نزل كروماتيك سول بيمول فا مي بيكار ري دييز، عشان هيعمل حجاز من الري دييز، ري دييز مي. مش عارف هتتسمى السول، هتبقى فا دوبل دييز واللا بيمول، او هيبقى حجاز مي بيمول، يبقى مي بيمول فا بيمول وسول ولا بيمول. الجزء ده بس عشان ما انتهش فيه من اوله، انا اسف. ده جنس حجاز من الصول، لا صول
مي بكار فا. عمل حجاز من الفا. صول سي لا صول فا، صول سي لا صول فا، اللي هي مي بيكار ريديس. هيعمل حجاز من هنا، نبدأ من المي. مي لا صول فا مي، سي هي مي بيمول، فهي مي بيمول، فا بيمول، صول لا، فهي مي لا صول فا مي. فات تاني عشان يقفل. مي بيكار، مي بيمول، ري بيمول، دو، وده مقام صبا زمزمي. مرة موسيقى بس من غير حروف. شكرا، ويا رب تكون عجبتكم. آسف لو في أخطاء.